السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على خير. ان شاء الله اليوم غنقدم لكم الكريب خفيف ظريف للوليدات، خصوصا في هذا الموسم ديال الصيف جالسين في الدار. المقادير عندنا جوج كيسان اولا ديال الطحين بقياس ديال الكيسان ديال اتاي او العنبه، سميوهم كيف ما بغيتو. عندي هنايا البيور فانيلا للتنسيم او استعملوا الاكياس ديال الفاني. عندي طريقه ديال الملحه، عندي جوج بيضات، عندي معلقه كبيره ديال الزبده، وعندي 500 ملل ديال الحليب. بسم الله على بركه الله، غنستعملوا هادشي كلشي غير في الخلاط. هو راه كيتوجد دغيا. بسم الله، سمحوا لي نسيت معلقة ديال السكر. هاهي معلقة ديال السكر، طريقة ديال الملحة. هاد المعلقة ديال الزبيدة، الروح ديال الفاني. الا كنتو غتستعملوا الكيس استعملوا كيس كامل. انا نستعمل هنايا، شوف هذا كيكون مجهد البيور، ما شاء الله زوين. معلقه صغيره، هذه حيت كبيره. صافي، غنطحن هاد المكونات في الخلاط، نطحنهم مزيان حتى يندمجوا. نضيفوا هاد المكونات ويطحنوا مزيان، من بعد عاد نضيفوا لهم الحليب مرات غير باش ديك الزبيده انسجمات. غنضيفوا 500 ملل ديال الحليب ونطحنوا ان شاء الله هادشي مزيان. جوج كيسان ديال الحليب، عفوا جوج كيسان ديال الطحين، ها الكاس الاول ها الكاس الثاني. كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيشربش، حنا غنشوفوا لان القوام ديالو خصو يجي تقريبا بحال ديال البرير. هاد المرحله اللي ما بغاش يطحنوا وما يطحنوش يستعمل غير الخلاط اليدوي، من يزيد الطحين بقى يستعمل غير الخلاط اليدوي. عندي ما كيشربش مزيان، ها هو غنضيف له هذا النص كويس. هذا باش يجينا ما خفيف ما ثقيل. من بعد ما طحنتو مزيان بحال الطريقه ديال البغرير ان شاء الله، هذا هو القوام ديالو، خفيف شويه على البغرير. اوكي، غنديرو دابا واحد 20 مينيت ان شاء الله في الثلاجه، واحد نص ساعه، وان شاء الله ديك الساعه نطيبوه معاه. من بعد ما خلينا واحد نص ساعه في الثلاجه، كندير واحد القطينه ولا البيبر تاول، وكندير فيها واحد شويه ديال الزيت، كندهن المقله، تكون المقله اللي ما كتلصقش. بسم الله، نهزو واحد المغرفه، نهزو المقله في يدينا بحال هكذا. نخليوه يطيب على حراره متوسطه، اللي بغى يديرو كبير يديرو كبير، المهم كيبقى اختيارات. تكون يدينا خفيفه شويه، صافي نخليوه يطيب من هذه الجهه هذه، ومن بعد نقلبو على الجهه الثانيه يطيب ان شاء الله. والا كنا غنزوقو، انا حضرت بالمناسبه حضرت نوتيلا، درتها في هذه القريعه هذه، شديت نوتيلا درتها في كاسرول، دزت معاها شويش ديال الحليب ودوبتهم. الماء دابوا ليا، درت معاهم جوج معالق ديال اللوز كريمي،
باش يجي الكريب زوين. نتوما كتعرفوا الكريب راه غير بالطحين، ما فيهش زعما شي حاجه اللي غتبنوا. نهزوها ومن بعد ما تحمر لي على هذه الواجهه هذه ان شاء الله نزوقوها مع بعض. انا نكمل باقي الخلطه وان شاء الله نكملوا مع بعض زين. كريب بالطياب، ها نتوما كيف ما كتشوفوا ان شاء الله غنبدا نزوق معكم هاد الوحيده. المهم كيبقى الزواق على كل انسان كيفاش باغي يقدمها. الوليدات كيبغيو الشوكولا كثيرة. هذه رفات اللوز غير بدات كتوحي شي شويه صافي. نزوها هانتوما نحضروا مع بعضنا الثانيه عاوتاني. وليدات كيبغيو فيها الشوكولا. بصراحه هاد الشوكولا مع اللوز اللي دايراها انا راه كتجي زوينه، كتجي من السما، كتجي الكريب من السما. صافي انا غنزيد نكمل الثالثه ان شاء الله. وتشوفوا معايا الطبق النهائي، انا غنزوق قبل الايفيلي ديال اللوز. ممكن تستعملوا غير اللوز مقلي ومهرمش. هادي معاه فيها اللوز كتحبس. وغنبقى بحال هكذا حتى نكمل الطبق، نكملهم ان شاء الله. ونحاول انني غنحاول نستف البنان هنايا ونستف الفريز. ها نتوما مازال تشوفوا انا زينت الطبق ديال اليوم بهذا الشكل. كيبقى الزينه كل شخص والنظره ديالو. وانتم كتعرفوا الوليدات كيعجبهم هاد الزينه هادي باش كياكلوا. انا ان شاء الله غنستعمل الويب كريم تشيز، انا شاريها محضر وغنضيفه لان الوليدات كتعجبهم الكريمه. كيجي بصراحه بالكريم فريش زوين كيف ما قلت لكم، مع الكريب راه غير بالطحين لكن عنده المعجبين ديالو. انا ما عنديش معاه بزاف، مره لكن ماشي مشكل، الانسان كينوع. صافي
غنكونوا هنايا ان شاء الله وصلنا لنهايه الحلقه. نتمنى يعجبكم الطبق ديال اليوم وتجربوه، خصوصا الناس اللي عزيز عليهم. كما وعدتكم ان شاء الله ديما مع التنوع واطباق اللي خفيفه وظريفه واطباق اللي عصريه، وان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده، والسلام عليكم.